وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، بوتين يعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا ويعتبر قصفها عدوانا على بلاده. التضخم في منطقة اليورو يسجل نسبة قياسية جديدة بسبتمبر بواقع 10%. استعداداً لشتاء قاس، اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بكم. إلى منحى جديد تمضي الأزمة الروسية الأوكرانية لتتخذ أبعاداً أخرى وتغير موازين قوى ما بين طرفي الصراع. فعقب الاستفتاءات على انضمام 4 مناطق أوكرانية للأراضي الروسية وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، تتجه أنظار العالم لتتابع عن كثب تطورات الموقف وتتوقع سيناريوهاته وتداعياته على مسار الأزمة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم أعلن فيه ضم أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا لروسيا. يتضمن المرسوم ضم أقاليم لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجا إلى روسيا، وخلال كلمة بالكريملين بحضور رؤساء الأقاليم 4 وعدد من المسؤولين الروس، أكد بوتين ثقته في موافقة البرلمان الروسي على ضم تلك المناطق إلى روسيا، مؤكدا أن بلاده لديها تاريخ واصلة ومصير مشترك مع الأقاليم التي ستنضم إليها. وأوضح بوتين خلال كلمته أن مواطني الأقاليم 4 يرحبون بهذا القرار، متعهدا بالدفاع عن كل الأراضي الروسية بما فيها الأقاليم الجديدة. في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جرت استفتاءات عامة ونتائجها معروفة. الناس قاموا بخيارهم وهو الخيار الحاسم، واليوم نقوم بالتوقيع على اتفاقية انضمام إلى روسيا الاتحادية، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، وأنا على يقين من أن الجمعية الفيدرالية سوف تدعم انضمام هذه المناطق 4، أي الأقاليم 4، إلى قوام الاتحاد الروسي، لأنها رغبة ملايين الناس. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. واعتبر بوتين أن اختيار الناس للانضمام إلى روسيا يستند إلى التاريخ، مشددا على ضرورة أن تحترم كييف ذلك. وفي سياق آخر، اتهم بوتين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بشكل مباشر بتفجير خطي أنابيب غاز نورد ستريم. ندعو نظام كييف إلى الوقف الفوري للنار والأعمال القتالية والحرب التي شنها نظام كييف في عام 2014 والعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن جاهزون لذلك، وما تحدثنا عنه مرارا. والخيار للشعب دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون لن نقوم بمناقشته، هذا الخيار قد تم وحسم، وروسيا لن تخون هذا القرار.
وننتقل بحضراتكم الآن إلى بروكسل، حيث كلمة أمين عام حلف الناتو تعليقا على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى الأراضي الروسية. إن أبواب الناتو مفتوحة وأظهرنا ذلك خلال الأعوام الماضية. حلفاء الناتو حين التقوا بعد قمة الناتو في مدريد أيضا أوضحوا بأننا ندعم حق أوكرانيا في اختيار طريقها لتقرر أي إجراءات أو ترتيبات أمنية تنخرط فيها. وثم طبعا العضوية ينظر فيها من كل تنظر فيها كل الدول الأعضاء، ويجب أن يكون هناك إجماع. تركيزنا اليوم هو على تقديم الدعم السريع لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الوحشي، وهذا هو التركيز الأساسي والجهود الأساسية للناتو. الحرب ربما قد اتخذت بعدا جديدا اليوم مع كل من الرئيسين زيلينسكي وبوتين واتخاذهما خطوات كبيرة. الآن مع ضم الرئيس بوتين لهذه الأجزاء من أوكرانيا وتهديده بالنووي، هل تدعون للهدوء؟ هل ربما تقولون لزيلينسكي بأن يتنازل قليلا؟ فكيف يمكن للناتو أن تتعامل مع هذا الوضع؟ نحن ندعو الرئيس بوتين لإنهاء الحرب، إنه المسؤول عن بدء الحرب وهو المسؤول عن إنهاء الحرب، لأن لو أوقفت روسيا القتال سيكون هناك سلام، وإذا زيلينسكي وأوكرانيا أوقفوا القتال فأوكرانيا لن تكون موجودة كدولة مستقلة. نتحول إلى موسكو. Supporting Ukraine, the illegal annexations of Ukrainian territory doesn't change the nature of this war. It remains a war of aggression by Russia against Ukraine, and of course, what we have seen over the last weeks or days is the most serious escalation of this conflict since the invasion. جرى نفس الأمر. فقد كانت النخب لا تسأل الناس عن رغباتهم، وفقط روسيا المعاصرة هي التي قدمت للناس الذين يعيشون في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك وجمهوريتي زابوريجيا وخيرسون، قدمت لهم الحق في اختيار وتقرير مصيرهم. الناس أتوا إلى الاستفتاء واختاروا للانضمام إلى وطنهم التاريخي روسيا. فقط هناك قصة واحدة مما جرى خلال الأيام الماضية. الانتخابات في لوهانسك كان الناس يقفون في طابور في أحد مراكز الاقتراع، وبدأ قصف مدفعي. سقطت القذيفة بالقرب من الناس ولا أحد منهم ترك الطابور، وهذا الأمر يثير دهشة كبيرة. خلال عشرات السنوات كانوا يحاولون اجتثاث تفكيرهم القومي وهويتهم القومية والتحدث بلغتهم الروسية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. فقد حامل أولئك الناس الحب لوطنهم الأم، ولذلك نقول لهم إن روسيا تفتح أبواب البيت، بل تفتح أمامهم قلوبنا. أهلا وسهلا بكم في بيتكم. Но мы знаем, кому мы обязаны сегодняшним днем. ونعرف من بذل جهودا
ليتحقق هذا الاحتفال وهذه المراسم. هذا من خلال البطولات لمقاتلي دونباس والجنود الروس الذين يحاربون اليوم ويدافعون ببسالة عن خيار الناس الذين اختاروا قبل عدة أيام. وأعرف حق المعرفة ثمن الكلمات، إنهم يدافعون ببسالة، ولذلك كرمز لتأييد ودعم وتعبيرا عن الشكر لاستماتتهم وبسالتهم، أدعوكم لأن ترسلوا إشارة احترام لهم ولشجاعتهم من هنا من الساحة الحمراء وبصوت عال حتى يكون صوتنا مسموعا على مدى 1000 كيلومتر. وبأمر واحد، اثنان، ثلاثة. Дорогие друзья, мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье. نبذل كل ما في وسعنا لدعم أشقائنا في زابوريتشيا وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك. سنفعل كل ما في وسعنا لضمان الأمن ورفع مستوى الأمن في تلك الأراضي، ومن أجل هؤلاء الناس سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة نهوض بالاقتصاد وبناء مدارس جديدة ومستشفيات وجامعات. لقد أصبحنا أقوى لأننا متحدون وراء الحقيقة، والحقيقة تولد القوة. سيكون النصر لنا. شكرا، شكرا لكم وكل التوفيق. Звучит гимн Российской Федерации. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. كانت هذه بعض الكلمات التي تابعناها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتفالا بضم 4 أقاليم من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا. ومن قبلها كانت هناك أيضا كلمة من بروكسل لحلف الناتو ردا على ضم هذه الأقاليم 4 من الأراضي الأوكرانية.
Спасибо. С Богом. أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية واصفا إياه بالضم القائم على الاحتلال، مؤكدا أن روسيا تخالف القانون الدولي. وفي بيان أضاف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحترم على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، وستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قواتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع الروسي ردا على إعلان الكرملين ضم 4 مناطق من أوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن ستحمل موسكو ثمنا خاطفا وقاسيا جراء إعلان ضم المناطق الأوكرانية، مضيفا أن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية ثمن ذلك أيضا. هذا وتوالت ردود الفعل الدولية على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 أقاليم جديدة إلى السيادة الروسية. We'll be right back.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توقيع بلاده ضم انضمام عاجل إلى حلف الشمال الأطلنطي، وذلك بعد دقائق من إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية رسميا للسيادة الروسية. وأكد زيلينسكي أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، وذلك بعدما طالب بوتين أوكرانيا بوقف القتال بشكل فوري. Щойно завершилось засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми маємо рішення. Перше. قال الكرملين إنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمها أعمالا عدوانية ضد روسيا نفسها. من جانبها أعلنت الحكومات الغربية وكييف أن التصويت ينتهج القانون الدولي. اعتراضات متكررة وتنديدات مستمرة من دول الناتو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يلقي لها بالا، والهدف هو ضم 4 مناطق أوكرانية تمثل ما يقرب من 15% من مساحة البلاد، وهي خرسون وزابوريجيا ودونيسك ولوهانسك، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل تصعيدا خطيرا وتهدد آفاق السلام. الرئيس الروسي أكد أن الاستفتاءات كانت حقيقية وأظهرت الدعم الشعبية للانضمام إليها، وفي وقت سابق اجتمع الرئيس الروسي مع زعماء المناطق 4 بعدما أيد سكان هذه المناطق بالإجماع خطوة الانضمام إلى روسيا. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تعترف أبدا بنتائج الاستفتاءات التي دبرتها روسيا. أما كييف والدول الغربية فقد وصفوا الاستفتاءات على ضم المناطق 4 بأنها زائفة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أكد أن أي قرار بضم مناطق دونيسك ولوهانسك وخرسون وزابوريجيا في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية لن يكون له أي قيمة قانونية ويستوجب التنديد. الجانب الأوكراني على لسان رئيسه فولودومير زيلينسكي توعد برد قاس على هذه الخطوة التي قال إنها تقضي على فرص إحياء محادثات السلام، وأوضح أن الاستفتاءات لا قيمة لها ولا تغير الواقع، متعهدا باستعادة كامل الأراضي الأوكرانية. بذلك تبدأ الأزمة الروسية الأوكرانية فصلا جديدا في التصعيد بسيناريوهات يصعب التنبؤ بها، لكنها تبقى مرهونة بتحركات الغرب في مواجهة الدب الروسي. دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإجراء تحقيق لتحديد المسؤول عن استهداف خط أنابيب نورد ستريم. وقال أوستن في مؤتمر صحفي في هاواي مع القائم بأعمال وزير الدفاع الفلبيني خوسيه فوسينا، قال إن هناك الكثير من التكهنات فيما يتعلق بالهجوم أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب نورد ستريم، مضيفا أنه لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل. وأضاف أوستن أنه بحث الأمر مع نظيره الدنماركي وأن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث. في سياق ذي صلة، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين إن موسكو لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة. ونقلت وكالة تاس الروسية عن ناريشكين اتهامه للغرب بالقيام بكل ما في وسعه للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه هجوم إرهابي على خط الأنابيب. Thank you.
سجل معدل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في سبتمبر وبلغت 10% على مدى السنة تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية على ما أعلن معهد يورو ستات الجمعة. هذا وقد بلغت نسبة التضخم في أغسطس 9.1% للدول 19 التي تعتمد العملة الأوروبية المشتركة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير عام 1997. أعلن المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سجل ارتفاعا بنسبة 2% في الفصل الثاني بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى تراجعه بنسبة 1% في هذه الفترة. وأشار المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن هذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الفصل الثالث، إذ تعد الدولة التي تسجل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي دولة في حالة ركود. أكدت وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات ببريطانيا ارتفاع عدد الأسر التي لديها أطفال وأصبحوا بلا مأوى بنسبة 23.6% إلى 56,340 أسرة على مدار العام. وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد في جميع أنحاء بريطانيا، مؤكدين أن متوسط سن الوفاة للأشخاص الذين يعانون من التشرد وصل إلى 46 عاما للرجال و42 عاما للنساء. مؤشرات مقلقة أعلنت عنها المملكة المتحدة تتوقع ارتفاع نسبة المشردين خلال فصل الشتاء بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. فقد كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن إشعارات الإخلاء للعقارات زادت بنسبة تزيد عن 50% بين الربعين الأول والثاني من هذا العام في المملكة المتحدة، حيث يسعى أصحاب العقارات إلى تحقيق أقصى استفادة من معدلات نمو الإيجار الخاصة التي وصلت إلى مستويات قياسية حتى الآن. ووفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات، ارتفعت أعداد الأسر التي لديها أطفال وأصبحوا بلا مأوى بنسبة 23.6% إلى 56,340 أسرة على مدار العام. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تعكس جزئياً إزالة القيود المفروضة على عمليات إخلاء قطاع الإيجارات الخاصة أثناء الوباء في مايو 2021، إلا أنها تعكس أيضاً التأثير المبكر لتكلفة الأزمة المالية الحالية على الأسر الأكثر ضعفاً. ففي مارس الماضي كان المعدل السنوي للتضخم في المملكة المتحدة 7%، وفي يوليو سجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 10.1%. ووفقاً لأحدث البيانات السكانية لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فقد أظهرت أن متوسط سن الوفاة للأشخاص الذين يعانون من التشرد بلغ 46 عاماً للرجال و42 عاماً للنساء، مما يثير المخاوف بشأن مدى قسوة هذا الشتاء مع اشتداد الأزمة العالمية. أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن قلقه بشأن الوضع ببريطانيا. وأوضح لومير أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس أدت لخفض ضريبي ضخم أدى بدوره إلى فوضى في الأسواق المالية. وأكد لومير أن بريطانيا تدفع أيضا تكلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي. On fait des grands coups comme cela avec des annonces spectaculaires, comme le proposent d'ailleurs certaines oppositions en France. أكد المعهد الوطني للإحصاء تباطؤ التضخم بفرنسا بشكل غير متوقع، وذلك للشهر الثاني على التوالي بسبتمبر، مخالفا للاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات. وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2% في سبتمبر بدلا من 6.6% قبل شهر. قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنه يتعين على الاتحاد أن يجد طريقة للتعامل مع الحدود القصوى لأسعار الغاز التي يمكن أن تقبلها جميع الدول الأعضاء
في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة. وأكدت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء تتوقع حلولا مختلفة، يتعين على المفوضيات تقديم فكرة تحظى بتأييد واسع لجميع الدول الأعضاء باجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي. أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء الطاقة الأوروبيين اتفقوا على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. هذا وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من الأرباح الفائقة التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. وأعلن وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا أنه لا وقت لإهدار الوقت من أجل خفض أسعار الغاز. مازلنا في نشرة السادسة وتتابعون فيها مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا بأفغانستان، ومصر تدين الحادثة الإرهابية. أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا تربويا في غرب العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء. وفي بيان لوزارة الخارجية، تقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا وشعب أفغانستان الشقيق، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف. أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 19 شخصاً وإصابة 27 آخرين في هجوم انتحاري استهدف مركزاً تعليمياً بالعاصمة كابول. وفي بيان لها، أضافت الشرطة أن هجوماً انتحارياً وقع في مركز كاج التعليمي، حيث كان من المقرر أن تجرى اختبارات في المركز التعليمي. وأضافت الشرطة الأفغانية أن مهاجمة أهداف مدنية دليل على قسوة العدو وعدم التزامه بالمعايير الأخلاقية. قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جون إن الحكومة تدرس خيارات مختلفة لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية وسط التكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة. وفي تصريحات أضاف بارك أن بلاده سترد بصرامة على أي أعمال استفزازية تقدم عليها كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ الإجراءات لتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ إذا لزم الأمر في عدد من المجالات مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء الإلكتروني والقطاع المالي. أجرت القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات لأول مرة منذ 5 سنوات وسط توتر بشأن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية. وأجريت التدريبات في المياه الدولية قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كوريا بعد يوم واحد فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر قبالة الساحل الشرقي، وزيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لكوريا الجنوبية والحدود شديدة التحصين بين كوريتين.
وصل الإعصار إيان الذي أصبح عاصفة استوائية إلى جنوب غرب فلوريدا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة. هذا ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من 62.6 مليون وحدة سكنية حول مسار الإعصار. حدث كل 500 عام، هكذا وصف حاكم فلوريدا الأمريكية إعصار إيان الذي ضرب الولاية ودمر مدنا ساحلية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم. الإعصار الذي صاحبته أمطار غزيرة وبلغت سرعته 240 كيلومترا لكل ساعة تسبب في قطع التيار الكهربائي عن 2,670,000 وحدة سكنية، أي ما يقرب من ربع عملاء مرافق الكهرباء في الولاية، مما جعل الظلام يغطي الولاية التي تقع في الجنوب الأمريكي. ووفقا لما أعلنته شركة الكهرباء في الولاية، فإن أكثر من 10 مقاطعات بها انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي بسبب الإعصار، أسوأها في مقاطعة لي كاونتي. إيان الذي حاصر الولاية وخلف أضرارا واسعة النطاق ودمر مباني وأغرق شوارع عديدة قبل أن يمضي في طريقه نحو ولاية ساوث كارولينا، دفع الرئيس الأمريكي أن يعلن فلوريدا منطقة منكوبة قبل أن تنخفض قوته قليلاً إلى عاصفة استوائية. وعلى لسان نائبة الرئيس كامالا هاريس، فإن إدارة بايدن ملتزمة بتقديم الدعم الفيدرالي لولاية فلوريدا التي ضربها إعصار إيان، داعية المواطنين إلى ضرورة الإجلاء لتجنب الأذى. الإعصار طال كل مناحي الحياة في الولايات الأمريكية، فأكثر من 60 منطقة تعليمية ألغت الدراسة بسبب الإعصار، وتم فتح أكثر من 175 مركز إجلاء على مستوى الولاية. الإعصار تسبب كذلك في مصرع عدد من الأشخاص، وهناك أكثر من 700 عملية إنقاذ على الأقل معظمها عن طريق الجو قد أجريت حتى الآن. قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بالكوليرا ارتفعت هذا العام، خاصة في المناطق التي تعاني من ويلات الفقر والصراع، مع تسجيل تفشي المرض في 26 دولة وارتفاع حاد لمعدلات الوفيات. وقال رئيس فريق مكافحة الكوليرا في منظمة الصحة العالمية فيليب باربوزا إننا نشهد تزايدا مقلقا جدا لتفشي الكوليرا على مستوى العالم خلال عام حتى الآن، مضيفا أن متوسط معدل الوفاة حتى الآن هذا العام ارتفع إلى 3 أضعاف تقريبا مقارنة بالمتوسط في 5 سنوات، وبلغ حاليا 3% في أفريقيا. قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن بلاده بحاجة إلى دراسة تأثير أزمة الغاز على جائحة كورونا وما سيترتب على ذلك من فقد المزيد من الوظائف. وأضاف لاوترباخ خلال مؤتمر صحفي أن العالم على أعتاب موجة جديدة من فيروس كورونا، ملمحا إلى أن الشتاء المقبل لن يكون سهلا. Wir haben eine klare Stickoempfehlung für die Medien bis in die persönlichen Radio-Medien. أكدت حكومة هونغ كونغ أنها تسعى لتخفيف بعض قيود فيروس كورونا بطريقة منظمة مع استمرار استقرار اتجاهات الوباء في المركز المالي الآسيوي. أشارت حكومة هونغ كونغ إلى أنه سيتم تخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي اعتبارا من 6 أكتوبر، بما في ذلك رفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص لكل طاولة بالطعام إلى 12 بدلا من 8. توجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعايتهم للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديرا لما يقدمه لهم من دعم. هذا بجانب أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يحصل على جائزة في دول منطقة الشرق الأوسط. أعلنت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
حيث صدرت عدة قوانين تحمي حقوقهم وتدعم دمجهم وتمكينهم بعد معاناة طويلة من التهميش، وأن هناك محطات كثيرة في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إعلانه 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم دمجهم مجتمعيا وفي كل المجالات. استقبل وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية البطولة الصيفية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، ويأتي ذلك في ضوء تطوير الوزارة للوادي وتجهيزه وفقا للمقاييس الدولية في رياضة الفروسية والاستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية في هذه الرياضة. وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره وتجديده، يواصل استقبال المنافسات المحلية والدولية في رياضة الفروسية. ملاعب الوادي وعلى مدار 3 أيام شهدت تباري الفرسان في منافسات البطولة الصيفية للفروسية، والتي أقيمت بملاعب الوادي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. بصراحة المكان مكان ممتاز، مكان وصل للعالمية بأرضه، بالبوكسات بتاعته اللي هي بيقعد فيها الخيل، بالشدود، بالتنظيم، بالإدارة، إدارة الشرطة إدارة رائعة طبعا في إدارتها للمكان. يعني بصراحة احنا بنبقى مبسوطين وفخورين ان احنا في المكان دوت وعندنا في مصر مكان زيه. المكان يعني كل حاجة فيه نظيفة وبوكسات كويسة وكبيرة، مكان لائق جدا بمصر وحضارتها وماضيها ومستقبلها، فمكان يعني زي ما بقول لك يتعمل فيه بطولات عالمية. الملاعب التي تتسم بمواصفات دولية الى جانب ملاعب الإحماء تجمع فيها الخيول بفرسانهم تباروا في رياضة قفز الحواجز بارتفاعاتها المتدرجة في ظل أجواء تنافسية رائعة وفرتها لهم وزارة الداخلية والتي أشاد بها المشاركون. أنا جربت جيت بطولات في كذا نادي، بس ده الصراحة أكبر نادي شفته لغاية دلوقتي، واسع والأراضي حتى الماتيريال بتاعة الأرض مختلفة، أول مرة أشوف حاجة زي كده الصراحة. أنا مستريح والحصانة مستريحة. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، وأماكن لانتظار السيارات، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. أتمنى أن كل البطولات تبقى هنا طول السيزن، لأن إحنا بجد المكان ده بنرتاح فيه، كمان وجود فندق في المكان ده بيسهل علينا كتير قوي الترانسبورتيشن أو إن إحنا نرجع متأخر بيوتنا وما نلحقش نرتاح وننام ونصحى تاني يوم فايقين البطولة، فبجد مكان زي كده فيه إقامة كاملة ده ممتاز جدا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيدا عن عناء التنقل. أرض الفايبر حلوة ومريحة وواسعة للخيل، والخيل مش بتح وتقدر تجري بيها سريع وكويس. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب لتوفير أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. كل حاجة معمول لها التصميم السليم جدا، لما تشوف حتى قاعة التحكيم فوق شكلها ايه، ما الزوايا بتاعتها كويسة، كل حاجة معمولة، بس يعني كل حاجة قاعة كويسة فنيا وإداريا وكل حاجة، فدي حاجة عظيمة جدا، يعني احنا بنفخر ان مصر فيها حاجة على هذا المستوى. Я здесь первый раз. Мне здесь очень понравилось. Здесь много удобных и больших арен для разминки и для самого конкура. Здесь я в первый раз и мне, в принципе, все понравилось. وزارة الداخلية هيأت وطورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلا من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب. والله احنا تاني مرة نيجي المكان ده، ومكان تحفة، ومن أكتر نوادي أنا حبيتها دلوقتي في البطولات، وأراضي جميلة جدا، سدود حلوة جدا، وفي إمكانيات الفروسية حلوة قوي. أماكن هنا كويسة ومساحات كبيرة، فالحصان بياخد راحته.
ختام فعاليات المنافسات كانت مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة، حيث يتم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً للبطولة لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. شفت حاجات كتير حلوة بصراحة، المكان سبيشس، الفيو بتاعه على البحيرة مكان خيالي، ممكن الناس تيجي فيه كمان تتبسط، مش تيجي يعني تيجي بتفرج على الفروسية ومبسوط بالمكان في نفس الوقت. مكان وادي الفروسية مكان عظيم جدا، ونحب نشكر وزارة الداخلية على التنظيم العظيم اللي هم بيعملوه كل مرة. تطوير وادي الفروسية جاء وفقا لمعايير دولية في رياضة الفروسية، إسهاما من وزارة الداخلية في الارتقاء بتلك الرياضة في مصر، ويساعد على استقبال المنافسات الدولية والمحلية في ضوء تجهيزاته المتطورة التي توفر الأجواء المتميزة لإقامة المنافسات. منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية، استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية، وسط إشادة كبيرة من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة، وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي، الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 63 طنا، كما تم ضبط أكثر من 49 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية، من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 24 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 221 طن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تصميم للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدأ إصدارها في أكتوبر المقبل. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة، كما أوضح أنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة فئة 2 جنيه حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها. بدأت محافظة شمال سيناء احتفالاتها بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة إن الاحتفالات ستتواصل حتى الخميس القادم الموافق السادس من أكتوبر، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات في أنحاء المحافظة احتفالا بالذكرى الخالدة. بحضور قداسة البابا طاودروس الثاني تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، دعينا في أجواء وتفاصيل هذه الاحتفالية. نعم، بعد التحية بالفعل كما ذكرت نتواجد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمتابعة الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باحتفالا بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك بحضور قداسة البابا طاودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والدينية وأيضا عدد
من الوزراء. هذه ليست الاحتفالية الأولى، فسبق احتفالية اليوم احتفالية صباح أمس تتضمنت قداس الصلاة، ومن ثم تم تكريم عدد من الشخصيات التي تركت أثرا خلال فترة خدمتها بالأسقفية. أيضا إذا تحدثنا عن الأسقفية بشكل خاص فهي تم تأسيسها في عام 1962، ويعني أول من تولى رئاسة الأسقفية كان الأنبا صموئيل، ثم بعد ذلك جاء عدد من الأساقفة وصولا للأنبا يوليوس وهو الأسقف الحالي للأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وتم تأسيسها بهدف أن تكون الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن أجل خدمة الفقراء والمهمشين في مختلف القرى والمحافظات عن طريق 14 برنامج بيتم تقديمهم في هذه المناطق. أيضا بتشارك الدولة في عدد من المشروعات والمبادرات التنموية كمبادرة حياة كريمة. بعد قليل ستبدأ هذه الاحتفالية بحضور قداسة الوبط ودروس الثاني، وستتضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية إلى جانب تكريمات وبالطبع كلمة لقداسة البابا احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا فمع أخبار المال والأعمال وفاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك رغدة أبو ليلى، وأهلا بك مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المزارع السمكية وزيادة كميات الإنتاج المستزرعة، مشيرا إلى أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي تستهدف وصول إجمالي الإنتاج لنهاية العام الجاري إلى 160 طن من الجمبري. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات والاجتماعات بمقر هيئة الثروة المعدنية في إطار متابعته لجهود تطوير قطاع التعدين وخطط برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته في الدخل القومي. واستمع وزير البترول لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب في الصحراء الشرقية والتي مولها البنك الدولي، وتم إعدادها بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي. كما عقد الوزير اجتماعا لاستعراض التقرير التفصيلي عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطي الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولوية، من بينها قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم. ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي. صعد اليورو والجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى خلال أسبوع بدعم من خطوات نفذها بنك إنجلترا لطمأنة الأسواق. هذا ولمس الاسترليني نحو دولار و12 سنت في المعاملات الأسيوية مقتربا من تعويض كافة خسائر الجلسة السابقة. وسجل اليورو زيادة بنحو 0.2% مقابل الدولار، ليجرى تداوله مقابل 98 سنتا من الدولار. في
في أسواق المعادن النفيسة، حيث تقترب أسعار الذهب التي صعدت اليوم مع هبوط الدولار من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ مارس العام الماضي، مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة. ارتفع الذهب 0.3% إلى 1665 دولار و99 سنت للأوقية، محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 967 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 فسجل نحو 1127 جنيه، وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار 24 سجل نحو 1288 جنيه، أما بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 9016 جنيه. في أسواق البترول العالمية، تتجه أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي واحتمال موافقة مجموعة أوبك بلس على خفض إنتاج الخام. ارتفع خام برنت بنسبة 1.7% إلى 89 دولار و44 سنت للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 89% إلى 81 دولار و95 سنت للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.71% لتصل إلى 3 دولارات و23 سنت للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.73% لتسجل نحو 6 دولارات و99 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض، حيث أدى التضخم الأساسي المرن في أغسطس إلى إثارة المخاوف من زيادة أسعار الفائدة، مما أدى إلى حدوث انتعاش في الإنفاق الاستهلاكي. تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 35%، امتدت الانخفاضات إلى مؤشر ستاندرد أند فورز 500 بنسبة 19%، كذلك انخفض مؤشر ناسداك المركب 37%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ورغدة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، بوتين يعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا ويعتبر قصفها عدوانا على بلاده. التضخم في منطقة اليورو يسجل نسبة قياسية جديدة في سبتمبر بواقع 10%. استعدادا لشتاء قاسٍ، اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.